أمينة من الدار البيضاء. ألو. ألو، صباح الخير سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ لاباس أختي الحمد لله. ماشي بخير الحمد لله. واش مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله. أمينة أختي. مرحبا. تحية لك وجميع طاقم مدرسة. أهلا أختك، بارك الله فيك. عندي أختي غريبة بالزنجان. إيه تفضلي. هذيك كتجي زوينة. عندك 500 غرام ديال الزنجان محمر مطحون. جوج بيضات. واخا. معلقة ديال الدقيق. 250 غرام ديال السكر كلاصي. إيه. معلقة صغيرة ديال الخميرة الحلوة، ومعلقة كبيرة ديال المربى السائل، 4 المعالق كبار ديال الزبدة مذوبة. للتزيينة سناء عندنا مزار وسكر كلاصي. واخا. في القصرية سناء كنا يعني ما كنصبوش السوائل، كنا كنبداو بالزنجلان هو الأول. زنجلان ناشف. أييه. كنديرو أختي الزنجلان هو الأول، كنتبعو أختي سناء سكر كلاصي، كنديرو ليه معلقة ديال الخميرة وجوج بيضات، معلقة قولي ديال الدقيق. معلقة ديال المربى السائل. أييه. وربعة المعالق ديال الزبدة مذوبة. كنجمعو هاد الخليط بيدينا وكنديرو كويرات صغيورين، كندوزوهم في المزهر وكنفندوهم سكر كلاصي. أييه. في لاطاشة هنا كندهنها بشوية زيت وكنرشها بشوية دقيق وكنصفو هاد الغريبة فيها. أييه. كندخلوها سناء أختي الفران، كطيب من التحت. راه هي مكتبانش ليك واش طابت ولا لا، مع حيت اللون ديال الجنجلان غتشوفيها عاد قبل شفات شوية جمعات. أييه. من بعد سناء التعليلة من الفوق راه كتجي زوينة بزاف. أييه واخا. عندي اقتراح اخر، غريبه بالجنجلان بالقرقع. غريبه بالقرقع. اييه. الاولى ديال الجنجلان دابا. اييه بالقرقع واخا. عندنا 700 غرام ديال القرقع مطحون، شويه المسكة حره، معلقه ديال الخميره، معلقه ديال الزبده، ثلاثه البيضات، كنديروا جوج بيضات وكنديروا صفر ديال البيضه وحده وكنحتفظوا بالبيض. فهمتيني اختي سناء؟ اييه مفهوم. 250 غرام ديال السكر كلاصي، معلقة ديال المزهر، معلقة ديال الخميرة، قشرة حامضة محكوكة. للتزيينة سناء عندنا بيض البيض وعندنا سكر كلاصي. كنديرو القرقع مطحون في القصرية، كنزيدو عليه مسكة حرة، معلقة ديال الخميرة ديال الحلوة، معلقة ديال الزبدة، ثلاثة البيضات، كنديرو جوج بيضات وكنحتاو الثالثة كنديرو عصفور ونحتفظو بالبيض. كنزيدو عليه 250 غرام ديال السكر كلاصي، معلقة ديال المزهر، معلقة ديال الدقيق، قشرة حامضة محكوكة. حتى هي كنديروها كويرات صغيورين، يعني متوسطين، يعني ميكونوش كبار بزاف حيت راه كتضيع شوية. من بعد سناء ما نديروها كويرات كندوزوها في بيض البيض والسكر كلاصي، ونفس الطريقة ديال الجنجلان، اللاطة كتكون مدهونة ومغشوشة بشوية دقيق. حتى هي راه سناء إلا داروها للعيالات راه مغاديش ندموا عليها. أكيد إن شاء الله. عندي اختي سناء الاقتراح الثالث، كوكا عفوا غريبه بالكوكو السميده. غريبه بالكوكو السميده، حتى هي من بين الحلويات اللي صراحه ما كنستغناوش عليها في العيد. اييه. عندنا 500 غرام ديال الكوك. عندنا 200 غرام ديال السميده رقيقه. 350 غرام ديال السكر كلاصي، قشره حامضه محكوكه، 5 البيضات، 8 المعالق ديال الزيت. معلق يعني ما واخا تكون كبيرة ما تكونش عامرة بزاف. واخا. أييه ما عامراش. 8 المعالق ديال الزيت، 8 المعالق ديال الزبدة مذوبة، وعندنا كيس ديال الخميرة الحلوة. نفس الطريقة سناء كنجمعو هادشي كله كنخلطو مع بعضياتو، كنديروهم كويرات صغار، كنفندوها في السكر كلاصي، وكنديروها في اللاطة مدهونة بالزيت. أييه. وهادشي اللي كاين. بارك الله عليك، الله يعطيك الصحة، شكرا لك بزاف أمينة على هاد الاقتراحات وعلى هاد، وأكيد